إن الأمة لم تجمع على إدخال حجرته عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما جاءت قوة السلطة في عهد الأمويين فأجبرت المسلمين على هذه التوسعة، فنفذ الأمر حتى إن هذه التوسعة وصلت إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، فانهدم الجدار فخرجت قدم، فرعب الناس يظنون أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخبرهم عروة بأنها قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى إن ابن المسيب وهو أحد كبار التابعين لم يرضى بهذه التوسعة، ومن ثم فإنه لا إجماع من الأمة على هذه التوسعة. ولو فرض أنه إجماع فإن الجوابين السابقين كافيان فيما يتعلق بهذه المسألة. ومما يدل على عدم الإجماع فيما بعد بأن هناك قاعدة أصولية تقول لو أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم وأجمعوا على أحد القولين، أيكون هذا إجماعا معتبرا مع أن عصر الصحابة لم يكن فيه وفاق حول هذه المسألة؟ وكذلك الشأن في أي عصر تنازع فيه العلماء على مسألة فجاء من بعدهم من أهل ذلك العصر وأجمعوا على أحد القولين، أيكون إجماعا معتبرا أم يكون غير إجماع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم يرى أنه ليس بإجماع، ومن ثم فإنه لا إجماع معتبر في هذه المسألة لو حصل. وأما على القول الآخر وهو أنه إجماع فإننا نقع في حرج حول هذا الجواب، لكن الحرج يزول إذا علمنا أن من بعدهم لم يجمعوا. بدلالة ماذا؟ بدلالة أن من جاء بعدهم اتفقوا على أن يجعل ثلاثة جدران مثلثة من جهة الشمال بحيث لو صلى المصلي لا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حاصل الآن، ومن ثم فإنه لا إجماع حول هذه المسألة.